اشترك وخد بطاطس على الاقل تستفيد تاكل هم المم منها تحس انك في عيد نغماتي موسيقيه جدا فيديوهات تجيب ادمان ايبي جيمنج ماركه دولي بكره نفتح شركه كمان وازيكم يا ابطال عاملين ايه وحشيني جدا 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 قبل ما نبدا الفيديو النهارده ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام وفيديو النهارده يا ابطال الجزء 76 من سلسله خدع التيك توك في ماب البيوت بصراحه يا ابطال السلسله دي كل يوم بنلاقي فيها حاجات جديده وكل شويه يا ابطال انا بفكر اعملها بطريقه جديده وشكل جديد انا عارف ان احنا بصراحه يا ابطال يعني غالبا السلسله دي يا ابطال اول ما هتيجي 100 جزء حرفيا يا ابطال مش هيكون عندي اي افكار خالص ولكن افكار ماب البيوت يا ابطال بجد مش بتنتهي خالص اغرب ما في لعبه روبلوكس انا عارف يا ابطال لو دخلت في اي ماب ثانيه هلاقي حاجات كتير قوي ولكن احنا دايما يا ابطال اصلا بنحاول ان احنا ننوع هتيجي تقول لي يا ابطال كل شويه تقعد تقول لها تنوع تنوع ومفيش غير لعبه روبلوكس اللي بتلعبها وماب البيوت لا لا خلي بالك الايام اللي جايه هتشوف تنويع كتير قوي بس استنى عليا استنى يا عم واحده واحده والله فقبل ما نبدا الفيديو النهارده انزل حالا حط لايك جامد زيك واشترك في القناه واشترك بطاطس يعني هتقول لي اخد بطاطس ازاي اقول لك والله في الكومنتات انا بعمل قلوب وساعات يعني بديكوا بطاطس ايوه اسال مجرب والله واسال اللي خد تمام يلا بينا عشان متحمس جدا ومعايا فيديو تيك توك دلوقتي يا ابطال بيقول لك حاجه مرعبه في ماب البيوت الجزء الاول ما اعرفش ايه ولكن خلونا ابطال نشوف المقطع تمام المفروض بيقول لك ايه ده بيقول لك ايه لا 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 واضح كده ان فيديو النهارده يبقى جامد له علاقه ببيت معين خلونا مركزين اما نشوف اللي هو المفروض اشترى البيت ده خلونا ابطال بس نتاكد ايه البيت ده ماشي عرفت البيت اللي فيه البلاي ستيشن اللي لونه اصفر تمام بس مش متذكر قوي اسمه بصراحه ولكن انا عارفه تمام حلو جدا المفروض اللي هو ايه ده داس على الكاميرا حلو قوي يا ابطال المفروض اللي هو قاعد بيفحص كل الكاميرات فعلا يا ابطال كل بيت انت بتشتريه بيكون فيه كاميرات كتير جدا تمام كل دي اسمها كاميرات مراقبه عادي تمام دي الكاميرا اللي هو فيها اوه ايه يا عم انت ده يا عم اقسم بالله هبل طب ما تيجوا احنا نجرب الموضوع ده يمكن يكون شغال صراحه مش واثق ولكن انا عايز اجرب زي ما انتم شايفين يا ابطال دلوقتي حالا دخلت ماب البيوت ودلوقتي يا ابطال اروح مثلا على بيت 11 او ماي جاد تمام في واحده ساكنه قدامي بصراحه البيت بتاعها خيالي جدا بيت الصاروخ كلنا اكيد عارفينه هنشتري البيت ده يا ابطال وهو ده البيت يا ابطال اللي انا قلت لكم عليه اللي هو لونه اسود لونه اصفر تمام بصراحه متحمس جدا اشوف الموضوع اللي الواد ده قال عليه هل فعلا يا ابطال هيبقى حقيقه ولا هيبقى فيك تمام نستنى البيت يعمل المفروض اللي هو كده عمل بعد راح جه وقف هنا تمام هو ما تنططش بصراحه لكن ما علينا قال لك دوس على الكاميرا اول حاجه ماشي واحد كاميرا اثنين كاميرا ثلاثه هلا والله ازيك يا جيمنج كيف حالك ينفع امشي هلا والله ايه والله ثانيه لا ارقص بالمره يلا ادي هو بصراحه ما عملش الكلام ده انا اسف يا جماعه اسف ثلاثه ادي لا ده كده اربعه خمسه سته تمام قعد يعدي يا باشا ويعد كده ويمشي ويشوف كل وفي واحدة عايز تدخل عندها لسه ما عملتش حاجة ماشي تمام قاعدة تعمل كده هو قاعد يزود كده يا ابطال لحد ما حاجة جت في وشه خلينا يا ابطال نقعد نعمل كده زود يا باشا ماشي ماشي الملل ده ماشي تمام ايوه بس مفيش أي حاجة مفيش أي حاجة حصلت ولكن اللي حصل إن في واحدة جت ورايا مين دي خلونا طيب نشوف البنت دي مين لأن واضح كده خلونا ندوس كده أهلا أنت مين اهلا انت مين مش عارف بصراحه دي ابطال اجنبيه ولا ايه ولكن عامه يا ابطال المفروض اللي احنا بصوا ابطال لفينا اكتر من ثلاث لفات تمام على كل الكاميرات اهو 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 ولا اي حاجه حصلت ما باين عليها ابطال يا مونتاج هو ايه اللي بيحصل ده انا مش فاهم حاجه عامه احنا ابطال معانا فيديو تيك توك تاني فليتس جو ابطال خلونا نروح نشوفه فيديو تيك توك التاني بردك يا ابطال على ما اعتقد يعني دي خدعه سحريه او سريه في ماب البيوت خلونا ابطال نشوف المقطع مع بعضينا البنت المفروض يا ابطال نزلت هنا تم مكان ده ابطال حرفيا المكان ده كلنا عارفينه برضك يا ابطال الفيديو له علاقه بكاميرات المراقبه ولكن ماشي تمام المفروض يا ابطال بس دي خلي بالكوا دي كاميرات مراقبه المدينه كلها مدينه ماب البيوت كلها او مدينه بروك هافن او ماي جاد تمام هي راحت باين هي تقريبا قعدت عشان تشوف شخص معين نعم ما لقيتش الشخص مش عارف صح ايه الموضوع او ماي جاد وات ايه اللي ظهر ده؟ انا مش فاهم بص يا ابطال انا مش فاهم حاجه ولكن خلونا يا ابطال نعمل زي ما هي عملت بس بصراحه يا ابطال انا مش عارف يعني ثانيه يا ابطال خلونا نعيد الفيديو مره كمان عشان عايز اعرف ايه البيت اللي هي كانت فيه ده ما قلتناش يا ابطال ليه فجاه يعني هتشتري بيت ولا ايه ده اللي حصل هي دخلت بتقول ما لقيتش حد بعدها راحت في البيت بتاع مش عارف بصراحه ابطال ايه البيت بتاعها ده ولكن خلونا يا ابطال نعمل زي ما هي عملت ونشتري البيت الاول تمام؟ خلونا يا ابطال دلوقتي اول حاجه نعملها نروح ابطال على بيت 11 تمام ومثلا نشتري اي بيت يعني مثلا هشتري البيت ده
تمام. وبعدها ابطال نروح على المكان السري. خلونا كده ابطال نعمل كده 45 السرعه عشان بسرعه بسرعه ابطال ننزل على المكان السري. وفعلا هو ده تمام جدا يا ابطال. خلونا ننزل كده بسرعه ابطال على المكان السري. حلو قوي. هندوس هنا. ماشي شكرا يا باشا. والمفروض يا ابطال ننزل هنا ونقعد هنا. كويس قوي. المفروض يا ابطال نعمل كده. خلي بالكوا يا ابطال، هي كانت في السيرفر لوحدها، كانت في السيرفر لوحدها وفجاه ظهر شخص تمام، ولكن احنا المفروض يا ابطال مش في السيرفر لوحدنا، معانا 70 شخص بصراحه، معانا كتير قوي. خلينا نشوف كده. اه لا ده انا مش هتخض منه، ده شخص عادي جدا تمام. هو ثانيه المفروض اصلا ندخل في السيرفر لوحدنا، ولكن يعني هو واضح ان دول ناس طبيعيه، يعني ناس حقيقيه تمام، ولكن يعني ماشي. بص يا ابطال هنجرب كده وهنجرب كده. خلينا ابطال نعمل كده، مفيش اي حد او يعتبر ايه، ماشي الشخص ده شغال عادي. بس برضك يا ابطال خلينا دلوقتي حالا نقوم ونروح بقى ابطال على البيت بتاعنا تمام، من غير ما اعمل اي حاجه. انا هجرب كده في سيرفر عام وفي سيرفر خاص، ونطلع ابطال في اوضه النوم بتاعتنا اللي احنا بننام فيها. ويعني مش عارف بصراحه، هي زومت كده يا ابطال وجت تبص هنا لقيت العروسه الشريره. هو ده ابطال، ولكن هي ما اعرفش بصراحه هي عملت ايه، يعني انا ما اعرفش هي هو اللي هي اللي هي عملته ابطال احنا عملناه. ولكن بص كده مش عارف، هي كانت بعيد وبصت كده ولقيتها نايمه على السرير. يعني مش عارف بصراحه ابطال، ما فيش اي حاجه هنا اصلا. فضلت ماشيه كده ابطال، ماشيه كده وما فيش اي حاجه حصل. ولكن يا ابطال انا هدخل دلوقتي اجربها في السيرفر الخاص بتاعي واشوف هتظبط معانا ولا لا. والمفروض دلوقتي يا ابطال دخلنا السيرفر الخاص بتاعنا تمام. والمفروض يا ابطال اول حاجه نروح بردك يا ابطال بيت 11 ونشتري، يعني اني بيت، خلونا نشتري البيت الاصفر ولا بلاش الاصفر، لا خليها زي البيت اللي، او بقول لكم عايز البيت ده بيت جديد تمام. بعدها يا ابطال نروح بسرعه كده تمام، برضك نعمل 45. هي يا ابطال اهو، مفيش اي حد عندي خالص يا ابطال في السيرفر غيري انا وبس تمام. نعمل كده. حلو قوي حلو قوي حلو قوي. ونعمل كده يا ابطال تمام، وننزل. كويس قوي. بعديها يا ابطال نقف هنا. هنا بقى يا ابطال بجد اهو مفيش اي حد خالص معايا في السيرفر، انا لوحدي. خلينا ندوس بقى كده تمام. ماشي مفيش اي حد، مفيش اي حد خالص. هي بقى ابطلت حد هنا، ولقيت حد هنا واستغربت اللي هي اصلا كانت لوحدها في الماب تمام. ولكن خلونا ابطال نشوف، محدش موجود خالص في كاميرات المراقبه بتاعت المدينه كلها بتاعت ماب البيوت، محدش موجود نهائي. ايوه تمام، مفيش اي شخص موجود تمام جدا. على ما اعتقد ان هي كده خلاص يا باشا، خلاص مش محتاجين اصلا كده ابطال. شفنا كل الكاميرات، وهنروح يا ابطال كده تمام، هنطلع على اوضه النوم بتاعتنا. حلو جدا تمام. المفروض يا عم انا بنام هنا. خلينا نعمل كده، نركز كده ابطال، نعمل كده. المفروض هتظهر لنا هنا. تظهر لنا فين؟ فين انت هتظهر انت؟ ها ماشي، ممكن انا انام هنا برضك مثلا، ساعات بحب انام هنا. واضح كده ان الموضوع مش حقيقي خالص يا ابطال. فين يا ابطال الموضوع مش حقيقي؟ ولكن خلونا يا ابطال بقى نعمل حاجه حلوه، لان المفروض بيقول لك ان في سلالم خفيه ظهر عند المستشفى او عند الصيدليه. بصراحه عايز اكتشف الموضوع ده معاكم، ولكن احنا دلوقتي بصراحه يا ابطال في نهايه المقطع اللي احنا نشوف الموضوع ده فعلا بردك حقيقي ولا ايه، لان واضح كده يا ابطال ان كل الحاجات يا ابطال ما بقتش حقيقيه. ما بقاش يا ابطال في خدعه زي زمان جامده، لازم يا ابطال نستنى تحديث جديد وجامد جدا، ولكن لما يجي تحديثه بقى قولوا لي. خلونا دلوقتي يا ابطال كده نشوف، مفيش هنا اي حاجه. حتى بصوا يا ابطال مفيش هنا اي حاجه، دي عادي نقدر ناخدها تمام. طب خلينا ناخدها. ماشي نقدر نعملها كده بس. ماشي خلينا طيب يا ابطال نشوف المفروض هنا طب دي بتعمل ايه؟ ما نقدرش برضه يا كابتن نعمل فيها اي حاجه. حاسس يا ابطال دي ممكن يكون لها سر والله من الاسرار بجد. المفروض اللي هو قال لك اللي هنا في طل فيها طلعه هنا، وكمان او ماي جاد انا اقدر اشوف اللي فوق. ماشي هو دي. بص يا ابطال ممكن نعمل كده، ودخلنا سوق ايزي. سوق ايزي يا ابطال حرفيا يا ابطال، لسه الاسرار اصلا موجوده بتاعه الايجنسي تمام. موضوع لسه يا ابطال كبير، ولكن كل فتره يا ابطال هم اصلا بينزلوا تحديث وبيفاجئونا دايما. ويعني زي ما انتم شايفين يا ابطال، حتى الزومبي ده ما اعرفش امتى هيقوم بصراحه. ما تقوم يا عم انت، ما تقوم يا جدع انت، احنا خليناك قبل كده تتكهرب وعملنا قلق وكلام كبير، ولكن مفيش فايده برضه. بس بصراحه يا ابطال الفيديو ده كان جامد جدا، وشفنا مقطعين تيك توك بصراحه وبرضك مش حقيقيين. ولكن يعني لو اي حد يا ابطال عنده اي مقطع تيك توك يا ابطال يمنشني على حسابي اي بي جيمنج يجي على التيك توك. ويعتبر بس كده فيديونا ده خلص. اتمنى يكون عجبكم فيديو النهارده. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه، اهم حاجه تفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديوهات الجيمنج الجديده. وبس كده اي بي جيمنج اكسوي، سلام.